الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح ال decision tree. ال decision tree المقصود منها ان انا عندي حاجة، عندي منتج معين، المنتج ده انا عاوز ابيعه باعلى نسبة ربح مع تحقيق اقل نسبة خسارة. يعني ده مش معناه ان انا مش عاوز ابيع المنتج بتاعي وان انا مخسرش، لا انا عارف ان انا هخسر بس عاوز احقق اقل نسبة للخسارة في المنتج المعين ده. فهو بيديني ايه؟ يا اما بيديني مساله كلاميه، والمساله الكلاميه دي انا ببدا اطلع منها الحاجات البيانات زي اللي موجوده في الجدول ده بالظبط، يا اما بيديني الجدول ده كده وانا ابدا احل منه. هو عاوز ايه؟ بيبقى طالب ايه في الديسيجن تري؟ بيبقى طالب حاجه اسمها الاي ام في. يعني ايه الاي ام في؟ الاي ام في يعني يحقق لي اعلى، شوف لي انهي منتج في المنتجات دي هيحقق لي اعلى نسبه ربح مع اقل نسبه خساره. يعني انا عندي هنا مثلا في المسألة دي، دي كانت عبارة عن ايه؟ عن مزرعة. المزرعة دي فيها المزارع اما جه يفكر هو عنده ايه في المزرعة، ايه الاحتمالات اللي تكون ان هي حاجة نباتات عنده في المزرعة، لان هو عنده لارج بلانت وسمول بلانت ونو بلانت. يعني ايه نو بلانت؟ يعني احتمالية ان هو ما يكونش زارع اصلا، يا اما زارع لارج بلانت يا اما زارع سمول بلانت يا اما ما عندوش نبات اصلا. لو زرع لارج بلانت الفيفرابل يعني المكسب اللي هيكسبه 200,000، لكن هيخسر كام؟ 180,000. يبقى هو عارف ان هو هيخسر، تمام. طب السمول بلانت بيكسب 100,000 المكسب، طب الخسارة 20,000، عشان كده الخسارة بنحطها بالسالب. طب نو بلانت لو هو مزرعش اصلا، لو مزرعش لا هيبقى عنده مكسب ولا هيبقى عنده خسارة. في بعض المسائل لو مزرعش اصلا مش هيكسب بس هيخسر، لان هو عنده مثلا معدات، فالمعدات دي ادم هو اشترى المعدات دي ومزرعش خلاص يبقى المعدات دي هتخسره. انما هنا النو بلانت صفر وصفر. البروبابيليتي ديت اللي هو نسبة ان هو يكسب ونسبة ان هو يخسر. يعني نسبة ان هو يحصل على 200,000 في المكسب نص، ونسبة الخسارة نص برضو. النسب دي طبعا بتختلف لكن لازم تكون بتكمل الواحد الصحيح، تمام. اول حاجة عشان نرسم، اول حاجة برسم الجدول ده وبعد كده ببدأ اطلع بقى اعلى نسبة ربح مع اقل نسبة خسارة. هاجي عشان نرسمه، اول حاجة دول الحاجات دي اللي هو انواع النباتات اللي عندك او انواع المنتجات اللي عندك، دي اسمها ايه؟ اسمها الالترنيتيف. الالترنيتيف انا برسمها في الرسمة بشكل مربع، فبرسم اول حاجة الالترنيتيفز بتاعتي. الالترنيتيفز بتاعتك ايه؟ لارج بلانت وسمول بلانت ونو بلانت، تمام. بعد كده راح بيقولك ان في حاجه اسمها الاوتكم بتعملها بدايره. يعني ايه؟ مش انت عندك الالترناتيفز الانواع النباتات او انواع المنتجات اللي عندك لارج وسمول وبلانت، طيب انت اما تيجي تبيع النبات ده، تبيع اللارج بلانت، هيبقى عندك الاوتكم بتاعك كام؟ هيبقى عندي الاوتكم نوعين، يا اما اوتكم مكسب يا اما اوتكم خساره. خلاص يبقى انا عندي الاوتكم بتاعي نوعين، يا اما فيفربل يا اما انفيفربل. طب النسبه بتاعتهم كام؟ نسبه الفيفربل نص ونسبه الانفيفربل نص، تمام. طب ده المكسب كام؟ المكسب 200,000. طب والخساره 180,000. يبقى انا رسمت اللارج بلانت هو الاول، اللارج بلانت ده الترناتيف، تمام. طب اللارج بلانت نفسه الاوتكم بتاعه ايه؟ الفيفورابل ان هو يكون مكسب وان هو يكون خساره، يا اما اكسب فيه يا اما اخسر فيه. نسبه المكسب كام؟ نص. ونسبه الخساره كام؟ نص. والرقم بتاعهم 200,000 و180,000. والسمول بلانت برضو هرسمه بنفس الطريقه، ان هو خارج من الالترناتيف، والاوتكم بتاعه الفيفرابل والانفيفرابل. طب النو بلانت، النو بلانت ملوش لازمه، النو بلانت لا ليه فيفرابل ولا ليه، يعني مش هكتب، مش هعمل سهمين واكتب عليهم صفر وصفر، ملوش لازمه. طيب تمام، انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت الرسمه بتاعتي. بعد ما بعمل الرسمه بعمل ايه؟ بعد ما بعمل الرسمه ببدا اجيب حاجه قلنا عليها اسمها الاي ام في. يعني ايه اي ام في؟ اي ام في يعني اعلى نسبه ربح مع اقل نسبه خساره. طب انا هنا لو بصيت على الجدول هتقولي ده 200,000 ودي بيخسر 180,000، ايه ده؟ دي 100,000 بيخسر 20,000. لا 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 لا، ده اكيد هي دي اعلى نسبه مكسب باقل نسبه خساره. طب تيجي نجرب ونشوف، نجرب ونشوف. الاي ام في اوف ذا لارج بلانت اللي هو اعلى نسبه، الاي ام في دي يعني اعلى نسبه ربح باقل نسبه خساره، اما تضرب 200,000 في نص، القانون بيقول لك ايه؟ ان انت هتضرب المكسب في نص زائد الخساره في نص. اما تضرب المكسب في نص زائد الخساره في نص في بتاع اللارج بلانت هيطلع لك 10,000. ايه ده؟ بتاع النبات اللي انا شايف ان هو هيحقق الاي ام في، بتاع النبات اللي انت شايف ان هو هيحقق الاي ام في طلع لك 10,000. طب الاي ام في بتاع سمول بلانت ضرب المكسب في نص زائد الخساره في نص،
طلع له 40,000. ايه ده اللي انا كنت قايل عليه ان هو مش هيبقى هو اللي طلع 40,000؟ اه، يبقى انت مش بمجرد النظر هتقدر ان انت تجيب. يعني هقول لي هبص على الجدول فهفهم، لا لو بصيت على الجدول مش هتفهم. لازم تجيب الاي ام في اللي هي اعلى نسبه ربح مع اعلى نسبه خساره. طب انا ليه برسم الرسمه دي؟ طب ما انا اجيب الاي ام في على طول. لا، انت احيانا الرسمه دي الجدول ده بيبقى حوالي مثلا 6 عواميد زي دول كده جنب بعض، الرسمه دي بتطلع لك حوالي 8 اوتكم. انت هتتلخبط، هتقول انهي فيفربل مع انهي انفيفربل، طب انهي النسبه بتاعت ده وانهي النسبه بتاعت ده. انت لما بترسم كده بتروح جايب الاي ام في للدايره دي والاي ام في للدايره دي والاي ام في للدايره دي، فالرسمه دي بتسهل عليك كتير قوي ان انت تحسب الاي ام في. ده طبعا النوع الوحيد من التري، بس احيانا الجدول ده بيبقى كبير الرسمه بتكون اكبر من كده بكتير، بس غالبا الـ غالبا ما بتجيش المسائل المعقده دي في الامتحانات.